من جانبه وجه رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتروفيتش الشكر لمصر وشعبها على كل ما قدمته للبوسنة والهرسك، مؤكدا رغبته في استضافة الرئيس السيسي في سراييفو لتدعيم العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات. وأعرب بيتروفيتش عن تطلعه لإحلال السلام في قطاع غزة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الحل للأزمة يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة. أن البوسنة والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة، ويتم وقف الحرب وحماية المدنيين. وأريد أن أعرب هنا عن موقف البوسنة والهرسك أن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، دولة فلسطين بكامل السيادة. فنحن دائما في الساحة الدولية السياسية ننتهج سياسة متزنة ومضطردة. نحن دولة صغيرة لكننا دولة دائما نعرب عن طابعنا وعزتنا والالتزام بالمبادئ في المحافل الدولية.